بقصاصة إخبارية وصلت للتو، أكدت وزارة الداخلية أنها تعاملت مع بلاغ يفيد بوجود حقيبتين تم الاشتباه بهما في مواقف مجمع الوزارات، وأكدت إدارة المتفجرات خلو الحقيبتين من أي متفجرات. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا المقدم ناصر بوصليب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. سعادة المقدم، مرحبا بك، ما هي تفاصيل البلاغ؟ مرحبا فيك. طبعا بالنسبه للبلاغ يمكن تلقت الاجهزه الامنيه المعنيه بوزاره الداخليه بوجود باشتباه حقيبتين في نفس مواقف مجمع الوزارات. نعم. طبعا احنا كل البلاغات اللي توصلنا نتعامل معها بكل جديه، فتم انتقال طبعا الى الموقع اداره المتفجرات، نفس الموقع اللي موجود في البلاغ اللي هو مجمع الوزارات في بالتحديد في مواقف المجمع. نعم. وتم التعامل من قبل اداره المتفجرات عن طريق الادوات الموجوده عندنا في نفس الموقع، فلله الحمد اتضح ان الحقيبه خلوها من اي شيء، من الحقيبه سليمه وما فيها اي شيء، يمكن احد ناسيها او ايا كان. فيعني يمكن من خلال الاخبار او من خلال نشره الاخبار يمكن اوجه رساله الى اخواني المواطنين والمقيمين، ان يا جماعه بالنسبه للجنار او بالنسبه هذا دائما نحصل ان شخص ناسي جنطتك او شخص فاقدها، فلا بد ان الان تاكد من الشغلات هذه وتاكد من جنارتك او انه ما ترميها في اي مكان. السيد المقدم ناصر بوصليب، مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا على إيضاحات هذا الأمر.